نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم. أيها الإخوة والأخوات، سيدي ورالها أوت المعمين كلمة إن شاء الله تعالى وحين قندنتا وصيدي أما دردارم كي جبريل عليه الصلاة والسلام والنبي محمد أدردارمي أما أوكاني وأنا أرهن رنتي عام كوأه ومدى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ودردار المهمة وقف كاستوى مسلم على ربارنتي إنو مرول بهورتيسة وكان صدوه ودردار قف كارنتي سيدا أي تهي أوليا ورنتي كسبنا إيو إن أدويدان إنت بضان أيسان كمشغولين عبادات كي يطاع الله سبحانه وتعالى كنا بحسة إنو أشقيستو دارت حقيق دعاها الله شقيسنا إيو وأهمدا نولاش ربطا أي جرتو حنقنا ولا ليال نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه صحابة مروا لبو حكوة عدين جري إني حسوستان جيريدا وجددوا إيا هدفك كدن بيس أرن كاسنا وحوها قفك إنو أشق يستون نولاش الدنباء وحقيق ضعه وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن دار الآخرة لهي الحيوان نولاش الربطة مدى دنباوي دارتان ليس ما أهانين دار القرار ما اللي نجانا يو أوقف كمر والب وجوه يا ما أهانين مع ذلك أي أوقف كمسلم كواحد را مر والب إنه هرتيس دكتور إنه تهاي مدة مد لمعنا يسوع مدة حقيقة دار أي تهاي مدة دم بق والرب أوقف كإنه كود ذاله در دار الكاسي شن قيمت بوك كوبي هاي حنسكت تحلو جنا يا وقت وادو كوبن إن إن شاء الله تعالى صاكوا نبيك صلوات الله وسلامه عليه سيدا إمام حاكم وقصة صارية في مستدركه من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه شيخ الألباني رحمة الله عليه كتاب حديث كوحو كرقة حديث حسنة علماء بضانا وحيت المامين حديث كوني حديث صحيحة وحلو يا النبي صلوات الله وسلامه عليه آتاني جبريل عليه سلام وحقيقي من جبريل عليه صلاة وسلام فقال لي مركاسا وحيري ويري يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به يا محمد اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس ما أجمل هذه الكلمات وهذه الوصايا أيها الأخوات والإخوة محاكا وناكسا وكف معرة رنتي قيمة بضن وصيات كان يدردارا كان جبريل عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله وسلامه عليه متكستو أيضا كمدة مؤلفات بلغة سمين كرا بل طبعا علماء ذي هرقار باكسمي أرن أمها ويمرك قفك مسلم كأنه صفي عن أدوحه جبريل باوي من النبي صلى الله وسلامه عليه مركاسه وقل يا رمي عيسي يا محمد المدى مفسرين تاوحي ليه إنما شرح ذا حديثك قرآنك كريمك ألا يمه ليه إلهي سبحانه وتعالى أو نبي محمد واستعمال ايه ندهن بمجرد اسمه مجع عيسى كليه وغير ايه أصورا كهر مرنين صفاء نبي أوليه صلوات الله وسلامه عليه لا يوجد في القرآن الكريم آيات قرآن أو إلهي سبحانه وتعالى وقلنا دين يا نبي محمد مجع عيسى محيي لي شرفت النبي يقيمها يمنزل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه إلهي أكتئوك الجوغو بدلا ما لهذا القرآن
إلهي سبحانه وتعالى وأنبياء قاركود أو ويريو مقعد أو ويريو بمجرد سيد إلهي سبحانه وتعالى أقول لي يا يحيى خذ الكتابة يا زكريا يا عيسى لكن ماذا ليس القرآن كي يا محمد أما وحال يهر مرنا يا نبي لماذا أمر رسول لماذا أمر سيف النبي يقول لي صلوات الله وسلامه عليه لكن وحليه مهمة دردارا كان مركان أوضو يوين كذا يا وحال وبر رجل يا نبي صلوات الله وسلامه عليه ولا وعدين يا نبي وحال الله حسوسين يا نبي صلوات الله وسلامه عليه انتبه يا محمد محمدو أنت سيف عود جيسو جبريل النبي هو إيمان جري مرر بضن أصوى وحي قوضه مرر بصورة الرجل بوهو إيمان جري مر كان من جبريل عليه الصلاة والسلام وسيدا إيه دردارا كان بوضع مر كان سوى النبي وحو كله خطابة يا سيدا اللي بقفه عادي أه أو اللي بقى دوما أمارة وحاوي مضاهد ليسو مهمة إلا ذا هاي دردارا كان حيري يا محمد محمدو يا حرف النداء واتقران إيسان وقف مرك قف كمارة الله رب وإن الله شجعه وحمارة وين ألوجوا برا رجيو انتبه ورهاي عمل عش ما شئت فإنك ميت أنت أذن تنا الله والنبي محمد واطم نيسا والنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هل جا فهمنا ولا ليال نلاش أدوية ذا إني سنو حقيبة على عين هذه قيمة لا هاي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أنبياء كور رئيسي ولود دين لها ويكوار لها يعني أدوية ذا هذه قيمة لا هاي لكن قيمة ما لها أدوية ذو مع ذلك أيا اللي هو برا رجلي على اللي هي يسن كره فقانين أغو واتكت جيسا أدوية ذا عش ما شئت أي مهما طال عمرك نهايتك الموت سك سوء عمرك أقول لرادو وقتك سوء أدقارتد نهاية هذا هو حوي جروي وقد صدق الشاعر كي مركو لها مارتي الموت باب داخله كل الناس جردوا الباب وفرنوي الباب مفتوح داخله كل الناس أي كل حي قفك سوا قليا عش ما شئت إلهي القرآن كي سمي لبنا بوكاها اللي أرنك أصيقا إن نفو الباء لمنيسو كل نفس ذائقة الموت نفو الباء جردوا ودمنيسا صورت لقى ما تجيو لكن قصة كي مهمة وين يجول كوين وين وقف كمرك أورنتو وكبد بعد عذاب الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع أدي أدي هذا وحق ما له كل نفس ذائقة الموت نفول بجرد والدمينيسة إلهي بأو حكوير نبي محمد إنك ميت وإنه ميتون أذي وادمانيسا أيقنا وادماني عندك حسابت إيو وحاول دودنا إلهي أكتبه تعالى مالنت يوم القيامة الدنيا وحلوبتك يا مجرته كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وشيء مهم مرك أقفك مسلم كأ إن مروا الباء قلبك أوكوها الدنيا ذا إلهي سهم يلغو واريو تنبيك صلوات الله وسلامه عليه مروا البصحابة وكو عدين جلي أكثروا ذكر هذه من لذات روحة آد بديسان شاك شاك إي حسك متك معانا ذا ما من قفل انت إلا برامش باقى بيكاها انت ندا ما انت ماشا فرد إذا قفل بأجن ذا إي برامش بوليها لكن مقاريسا مسا مقاريسا وعن مهمة قفك مسلم كا إنه مروا البقرشاها قدرسا ذا برامش كإلهي سبحانه جل وعلا ما لو جوسو جرا مجرنيسيد قرلو وقبنا إلى مجرنيسيد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أركم حيك واحد بارزة مركب حيك واحد بارزة إن أتوش قيسته وح إلهي أتيك أنفعيو إن أودي أرجعوده جريدة إن أودي أرجعوديد لكلن كإلهي سبحانه جل وعلا نورش على توسيس أغري أدوم ودردارن آد مهم أوي ومدل رب قفك استوى مسلم أيها الإخوة والأخوات إنه هرتيس هدكتو وقت ما نيسا ها اللو بن جريدة برنامج تأدونك كليا وحاكو ديسل تاو حيكو كينيسا مركة تلاب تتقاضي سبق إنات فيريسي هل هذا حلال أم حرام تنم حرام بميسا وحلال هل يجوز أم لا مبنانتا يميسا مبنانو خطوات كاغا ويكو حساب سنيهين هكذا كانوا الصحابة رضوان الله عليهم سلف كي أمضى إيا صحابنا ساسي أهايين هاويان وحساب تمجرين آغاري كحيكو حساب تمجرين نلاشا إنا لغو وارين بيكو حساب تمجرين
هلا مركب قفك مسلم كأنه مسألة جعانتك وهي دار دارن كاز لا تنسى هاي لومين عش ما شئت فإنك ميت أنت أدون تنلو وأدون لمنيسا يا قابك أودي منيسيد كيف دا أودي منيسيد يا ماشا كودي منيسيد مكتوب عند الله عز وجل لكن أذيع حال ربعنا استعداد صميزيد أودي أرجعودي جريدة إله سبحانه وتعالى يا موتك دار دارن كلبات وحلي جبريل عليه الصلاة والسلام نبي وحلي جبريل وحويري وأحب من أحببت فإنك مفارقه رواه قركوت وأحب من شئت فإنك مفارقه وح الله واحد أنت جعله لكن واحد أقاته واتك فارق إسا وأن أيدي السيدو كلا وأن جريدوه وحك استجعله مهما بلغ حبك لازم ستفارق مالك استأجار حبك يجعلك أوقب توحز وادو كفارق إسا عرورت هذا جعله مالك هذا جعله قريها هذا جعله سمارت حاسس كذا جعله أما حاس كذا جعله سمارت قبلها يس حناقي مركان راح حاسس كذا سمارت وحك استجعله لكن وادو فارق إسا وتفارق إسا وقت إسا مع ذلك أيها الإخوة هناك شيء لا يفارقك في الدنيا وفي الآخرة وهو الذي ينبغي أن نحب أشد الحب لكن واحد جرى أرهن لتوقفك مؤمن كأنه أقاده واحد جرى الشيء أن كفارقين الدنيا أقرب كرصة عنيه قبرك كلقل أيه أمام الله يهر استاج إلهي وحكا أنفعيه وأنا متك للربا إنان أدو جعلان ألا وهو العمل الصالح وعملك صالح هو لا يفارقك في الدنيا وفي الآخرة أغري أدون بكم فاروقاي حياة هذا إيه نولش هذا قيم كذا إيه استاج كذا إيه راحة كذا وحيكون حرمتاي عملك صالحة وأمرك إنا أقعد وحك الصوت جعشهي واتكفاروقاي سواء كتجيسا يا حلاقي بضد بدن بارن تي وارد كودينات نتن ويجعل لايان ما أنت تخلص واه المامن حلاقي بحاس كا إنا دبتي حلاقي بأذكى إنا دنتي حلاقي بعروت كا إنا دنتي حلاقي بلعقت هذه إنا تكو قصرتي سو مرتد وحول بقى جعشة هاي لازم واتفاروق عيسى لكن حجر وحا مرنا كفاروقين لهم إنا جعلاتت سو مرتد وحنا ويا عملك صالحة عملك صالحة عملك صالحة نبي وحيري صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث ميت كمركو انت سدح بار راعيس بصفة عم فيريا سدح دار راع دو ميت ك لبوي صون قنيسة فأما اثنان فيرجعان ويبقى معه واحد وكما قال صلى الله عليه وسلم لبا ويسان قنيسا منا باقي وكنا قنيا متك باقي وكنا قنيا ومتك الربقفك إنه جعل هذا مؤمنك وعملك وي عملك أنا إما أن يكون صالحا وإما أن يكون غير صالح لبدا مدن وي لا ثالثهما إنه نقضى أما عمل صالحا وإما إنه نقضى عمل أن صالح أهنا نعوذ بالله من ذلك وأنا أمرك جعلنا عملك صالحا حقيقة الجوكتر أخي الكريم أختي كريمة عملك صالح يا عديقة سيئة هي عملك هاجة خليش الشيب يحريرك كالرب حي إلهي سبحانه وتعالى أنتوا اللي إجيا مثلا أباها وأنا أسوي دي سواي يونو قفك صاحب كاجة فرن كاجة وحا إذا كده حيواتك أنا لكن حريرك إلهي كالرب حيو مياد قرانيسا أنتوا اللي إجيا مسافظوا كجرو أنت دكري أتاقيه ما قرانيسا مثلا أباها وقفك مسلم كإنو أغاذا واي عملك مركة صالحة قفك إنو كده دالوي وأنا متك وحوطر أيه ما ننتي يوم القيامة لعق بدن أولاد بدن قبيل لان دارات كذا لطي أو وين يمارت الدنيا هاي ستان قروح يوح أصلاً وحوكم مطرز وحوطر أيه عملك هذا صالحة عملك صالحة وأنا مركة إلهي أوليه سبحانه وتعالى وتلمام أيه نولش قفك راح هذا إذا يقيامها بوناجي سقفك وحيكوجرته عملك صالحة أوي تقول الله سبحانه جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وحنو ليس كنو ليسين إن قفكي سنة عمل صالحة سواء مؤمن رق يضم روحه النقضبة وحن كنو ليسين إن أدويدا نول الراحة له نول شر راحة له ماها إن أكون ذو كبوحان ماها إن أعرور بضان الشيء ماها إن المتقن وحاول العقب بضان هيسته ماها إن المتقن نلش ربط الراحة وعملك صالحة يا قلبي قفك أود جموي كيس صلاة واسدة مكنت كتاع وقت يدي ده صلاة يا سيا حليل كالله حي ربي عز وجل
الرب هو قفك مسلم كأنه اسوي ديوي وأحب من أحببت فإنك مفارقه وحك صوت جعلاته وتفارقه يسا أنا أقول المسألة مسألة مهمة أول وهذا دارنك جبريل عليه السلام والنبي صلى صلوات الله وسلامه عليه در دارنك السدحات حليها جبريل عليه الصلاة والسلام والنبي كويه صلوات الله وسلامه عليه واعمل ما شئت وحل واحد أن تصمه نبي محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به لك واحد أقاته والله أبا المرنة يا واحد صميس هناك أيها الإخوة حساب جرته إلهي مركونا أبو ري ولم يتركنا هملا عيارنا وقمتنا إلهي سبحانه وتعالى بل أرسل إلينا رسول رسول بنوسة ودري وحول بنوعة دي كتب بنوسة كتب بنوسة دي إلهي سبحانه وتعالى دين تبان الواحد دي دريق التوسنابان لا تصي دريق حمابان لا تصي عمل كيف عنابان لا تلمامي كي حمابان قال الرابي محان كسميني حساب جرت مالتي يوم القيامة إلهي بهذور هور استاجد دونتا وليس بينك وبين الله ترجمان أذية إلهنا واحد ترجمان وإذين دحية مجرم سمارت إلهنا هكا وحكان سنة يا ميزان لبك فضل وكان سنة يا مصير كاغنا وحنقنا يا أخ الكريم أخت الكريمة هدبع عمل كاغا صالحة أما عمل كاغا ما شاء النقض بتوفيق الله عز وجل يا فإذا نفق في صور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نعوذ بالله من ذلك دد كل هذا بين قنايا مركبون كلا أفوفو صور كلا أفوفو فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قرابي ينصب يتون مجرته وحل يسوي الدين ينا مجرته فمن ثقلت موازينه قفك عصلاذا ميزان كيسا حسنات كيسا أي عصلاذان فأولئك هم المفلحون كوا وكوا ليبانوي كوا قوليستوي كوا برماسوي يا لكن قفك ميزان كيسا أو خفيف نقضه حسنات كيسا أي حاصيان سيئات كيسا أي بطان ظلم كيسي قبيالة ديسي عاسنما ديسي سمارتت حجاب لأنتي معاصي حمانتي أردن مركا أي بطان قف كاسي قف قصاره ويا أقرأ دون ما أنت مركا أخ الكريم عندك فرصة فرصة بها ستا عملك صالح أنا كود داشت عملك حنك فقاتت إلهي حرير كيسا وناجست حسابت إلهي إيهور إستاق إلهي سبحانه وتعالى بس كحدا أكوهي ست تاوحي كان سنة إذا مركا أخ الكريم إنا تقول ليس تنلشأ الدجدة والراحة أقن ولاته نعم عملك مركز صالحة ومتك أد إله الله ارتقد أنت سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى واركد أنت عملك وحمانتي بضن أو لموذي أنا الأركينين بات قيامها أركد أنت كود ذا المركز عملك صالحة حسابتا إني جرتو إن إله الله ارتقد أنت مسكح لك وهاي يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به سمارت وح الله وحده دون السماء ما أنت يتو حرباته إلهي سبحانه وتعالى طريقة حق أو قدسي طريقة ونكسنا والوغوت المامي عفوا وح دون ما أنت السماء مارك يا I'm free ده وح مارت free بنا ما أنت يتو you can do وح الله وحرب تواس بينكرتها لكن وانا حسابته قدر سنتها اني جرتو الله هر استاق يا حسابتن يا مالهاس انجونا مركا دتك قاركيت قاركود لو وعديو لي هادو قبد الحجاب كقاضى الهي كبق حلده حقين جوغا اني شيخ يا مريكان جوغا يوروبان جوغا حقان جوغا الهي ما جوغا مريكان يوروب يا اي دونت كير ادي ترى قفكي وا خساره سوما اما ويلكي او يراهد سيدبا ماركتي waxaa weeyaan aniga nin dheera ahay waa otomat keenin doona hadhow ma arto waxaan sameyn doona la waxa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu noloshiisa amalka saaliha ku dadaw qabriga midka ku raacay amalka saaliha oo way jazakallahu khair qabriga waxa ku raacay amalka saaliha oo way somartid amalka ku raacay qabriga هدو صالح يهي واسيد اللي ربيوه الحمد لله فبها ونعمة هدو سيء يهي حماية هنا وخلاص
ku dadaal marka maanta iyo fursada ay haysatid salaada iska hagaaji baarnimada waalidka iska hagaaji tacliinta iyo khayrka ku dadaal macruufka dadka far ilaahay ka dhowrso subxaanahu wa ta'ala xiriirka ilaahay wanaaji waxa aad ku qowlaysid fiiri soomaalida dad baa waxaa laga yaabaa in dheerada ay moodayaan mathal oo kale qofka markuu weynaado gabadha markay guursato carruur dhasho inay dhiman doonto ama wiilka marka uu maaragtay waxa weeyaan weynaado inuu dhiman doono la meeqa maalin walba saqiira la xabaalaa ya meeqa maalin walba qofka u dhintaa waxaan u baahanna marka aqal kariim inaan qorshaha ku darsanno ukhti kariima camal saalix inaa ku dadaashid ya salaadan yaa lagaa hormarin safka hore if you can hadaa awoodid qur-aanka xifdigiisa yaa lagaa hormarin barashada sunnada nabiga yaa lagaa horumarin salawaatullahi wasalaamu calayhi ku dhaqanka diinta iyo tadbiiqinta diinta yaa lagaaga horumarin waad guulaysanaysaa adduunya aakharaba soo maratid haddaad waxbarasho ku jirtidood ilaahay ka baqdid oo camalkaaga wanaajisid waa ku guulaysanaysaa waxbarashada soo maratid fiiri hay iskuullada iyo jaamacadaha iyo fiiri dadka high levelka gaaro waa dadka daacada ilaahay ku dadaalo waa somartid nin xaafid qur-aana ama gabar xaafid qur-aana xisaabna ma dhibayso fisigiisna ma dhibayo chemistry iyo biologyna ma dhibayo arrin la ogaadin waa somartid mana daroob garanayo iskuulka waxaan marka u baahannahay inaan ku dadaalno camalka saalix ah wacmal maashiita fa innaka majziyun bihi wax alla waxaa doonta samee waa laga abaalmarinayaa dardaaranka afraad mise kii shanaad waa mala socotaan xagee marena kii afraad miya mise waa kii saddexaad ma la iskhilaafay afraad soo ma okay haye waa yahay dardaaranka afraad jibriil calayhi salaam nabiga wuxuu ku yidhi yaa muxammed muxammedow iclam ogow anna sharafa almu'mini qofka mu'minka ah sharaftiisa waa qiyaamuhu billeyl waa habeenka istaaga uu istaagayo wey allahu akbar dad badan baa waxay ka raadiyeen sharafta iyo qiimaha waxay ka raadiyeen meel aysan jirin ya meel aysan jirin sharaf iyo qiima haddaad rabtid ka raadi ilaahay baa haya ilaahay xaggii ka raadi subxaanahu wa tacaala soo maratid ya walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisaa cizi jira ciziga marka xaggee laga sharafta xaggee laga helaa nabigaa noo tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayhi oo dardaarankii jibriil uu siiyey ka mid ahaa soo maratid qiyaamuhu billeyl ya qiimaha dadka waxay ku kala horumareen waa habeenkii iyo cibaadada iyo daacada dadka u qarsoon waaye afdalu salaati bacda almaktuuba salaatu leyl salaadaha ilaahay oo waajibka ah faradka ah marka laga soo tago salaadaha midda ugu fadli badan waa salaatu leylka weeye dadkii wanaagsanaa saxaabiyaadkii gabdhihii fiicnaa iyo dhalinyaradii fiicnayd oo taariikhda adduunka ooga tegay oo kutubtu magacyadooda ilaa hadda aan akhrino saxaabadii dadkii fiicnaa waxay ku gaadheen qiimahaasi waxay ku gaadheen ayuha alikhwa walakhawaat daacada iyo cibaadada iyo salaatulilkay ku gaadheen ilaahayna wuu ku ammaanay meelo badan dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo bannaanbaxo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiyadaasi muhiimka ah rabbi la khali noqdo rabbi la naajoodo subxaanahu jalla wacala waxaan ku weydiinayaa walaalka muslimka iyo walaasha muslimadda ah wiinow inaad tukatid qof muslim inaad nahay sax waan garanaynaa ma leedahay waqtiyo kuu khaas ah oo adiga rabbi wada hadashaan oo cidna aysan kula ogeyn soo maratay waxay yidhahdaan culummada salaatuleylka waxay ka mid tahay acmaasha aanan istustuska gelinba siyadaba soo maratid inaad waqti dhexataa soo kacdid ayadoo dadka ay jiifaan biyo qabow ku soo weysaysatid ilaahay hor istaagtid rabbi aad la hadashid caza wajalla waa booska iyo makaanka iyo meelaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu ugu bandhigto duruuftiisa iyo waxyaabaha culayska ohayo soo maaratid ilaahay waa tii ulahaa markuu ammaanayo dadkii fiicnaa kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabil asxaari hum yastakfiruun tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima razaqnaahum yunfiquun waqad thabata nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam annahu qaal calaykum qiyaamu leyl war habeenkii istaaga dushiina ha ahaato salaatuliil ha ahaato maxaa yeelay fa innahu da'bu saalixiin dadkii saalixiinta ahaa gabdhihii fiicnaa dhalinyarada fiicnaa dadkii wanaagsanaa da'bigooda iyo dhaqankooda iyo suluuggooda wuxuu ahaa inay habeenkii istaagaan
problem baan haysto dadka waa la qeylinaya barantiga waa qeylinaya caruurti baa naga halawday duruufti baa waxaysan quraanka xifdin la ahay waxba ugu ogaad xagee aadeyna shakwaadka xagee la aadeyna ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo waqtiyadaas ku haboon ayaan la aadeyna waxa u baahan markaa ayuha alikhwa waqtigu aad u kooban inaan ku dadaalna salaatul leel ku dadaal haddana dheeraad tahay adiga dadka ahlul quraanka habeenka bay quraanka akhriyaan gabdhaha saalixaadka habeenka bay istaagaan إلهي باكو حفظنا يا شرف إيه قيمة كو يلا نيسا عزي إلهي اكتزا كي ليسا سبحانه وتعالى هداد وحكا استسمع يسا لكن عزي إيه شرف عن إلهي بحين المهي ليسيت لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينا داد كنون قلوبتو ذا حقاقة مسوء هذه كران لكن داد كنا كوركو قاضان ودادكو أي ترفيعكو قصة ميان وحيكو حرانتا هاي ليس شيبك إلهي كالرد حي سبحانه وتعالى هبينك ربي لهضل ظروفت هذا أشيغو وحا ربت ويديسو إلهي واكو سينا يا سبحانه وتعالى سوارتت إلهي وقتي هذا سخلا وحلو ويديستا ووقتي إلهي أدونك أدو يهي ووقتي هذا نبيك ويري صلوات الله وسلامه عليه النبي ويري إلهي وحو إيمانا يا سماء الدنيا مركاسا وحو إليها ورياه وحو ويديستون وحسية يا الله يا ربي عز وجل ورياه وح دروفها استدروفتا أنك قادة إلهي سبحانه ورياه دم بدافة ما أدن بدافة إلهي بعدها سبحانه وتعالى بريا ذا مركب ملاحظة للرأس ذا إلهنا وكلوا ونكو أجيبيا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلهي بري سبحانه وتعالى كعما أورص وقت يدعس مستجابة أه إلهنا الديار كوياي كلوا يا عز وجل إلهي وحودي سبحانه وتعالى دردارا كأدن بيه وعزه استغناؤه عن الناس قفك مؤمن كأه عزيزه waxay ku jirtaa dadka inuu ka kaafto ma baryadooda waxa isii dadka ana wax weydiisatid la shaqayso nin dheeraa tahay isku day inaa wax ma taqana waxa weeye ma aha dadka inuu la iskaalmayo sax ma xumo laakiin noloshaada ha ku binaynin inaa dadka uu wax weydiisato dad badan baa dadka ayaga waxa taa waxaysto wax weydiisto saxaabada qaar kood radwanullahi alayhim meeshii ka gaareen waxa weeye xataa shay ka dhacay in ay dhahaan noo soo qaad xataa ma aratay waxa weeyaan ما ويسك داين محايلي إنك كاف تومان أوكليه حاوم بحنا مركب ولا ليال إن عن دردارن كأي سجاء سيدا ويه هاي عن أولينه الدنيا ده نلاش عنا وحق وبن وي والله صعداء ملجوس وجر مجرنا يسيد كود دال وح إلهي أكتيك أنفع يا سبحانه وتعالى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به يا محمد اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وجزاكم الله خير إلهي سبحانه وتعالى هنوافعه إلهنا هيدن كدقو كوا علمك أي مقلان وليه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أننا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك نصره ويحي أن قفني شيدان ينفتنا ذي كاهاتي ويحي أن أصيم لنا إلهي ميزانك أن نقدره وجزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.